طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بهالفيديو ان شاء الله راح اشرح اللي هو تشابتر 7 من مادة السيركت اناليسز، which is first order circuits. تذكرون بالتشابتر اللي قبل تكلمنا عن يعني مقدمة بسيطة عن الكاباسيتورز والاندكتورز، شنو العلاقة بين الكرنت والفولتج ان كاباسيتور اند اندكتور، how much energy is stored، how does it behave. يعني عرفنا ان الكاباسيتور behaves as a open circuit to DC sources، والاندكتور acts as a short circuit to DC sources. وتكلمنا كيف انه يعني they store energy وما اعرف شنو. هسه الحين او بهالتشابتر راح نتكلم عن البيهيفير مالتهم لما يكونوا مكنتين للدي سي سورس، وبعدين فجأة افصل. طيب، وكنت الار الريزستر يعني حيسوي ديسشارج، يعني حنتكلم عن الديسشارجينج والتشارجينج اوف ذا كاباستر. How does it behave؟ كيف نحسب الفولتج at any point of time during discharge or charge؟ طيب، نبدأ على بركة الله. فحنتكلم عن شيئين اسمهم source free RC circuit. هاي يعني RC circuit اللي هو resistance and capacitance. طيب، and it is source free. Source free معناها without a source. معناها أنا كنت السورس، شحنت الكاباسيتور، بعدين فصلت السورس، صارت السيركت مالي عبارة عن كاباسيتنس، كاباسيتور وريزيستر. ونفس الشيء ار ال سيركت اللي هو ريزيستر اند اندكتور سورس فري. بعدين حنسوي انتدكشن بسيط على اليونت ستيب فانكشن، وحندرس الستيب ستيب ريسبونس اوف ايتش اوف بوث اوف ذم، الار سي سيركت والار ال سيركت. نتكلم عنهم واحدة واحدة بإذن الله. يقول لك a source free RC circuit occurs when its DC source is suddenly disconnected. يعني عندي DC source وفجأة فصلته من الدائرة الكهربائية، صار عندي بس capacitor أو inductor مع resistor. يقول لك the energy stored in the capacitor is released to the resistor. فاحنا قلنا انه شحناه، تذكرون لما ال W of capacitor is equal to half CV square والinductor half LI square. هذه الانرجي بعد ما شحناها افصل السورس، اوخره من السيركت، اشيله من السيركت، وبعدين اسوي ديسشارج للريزستور مثلا. يقول لك طبعا applying Kirchhoff's law to pure resistive circuit result in algebraic equation. applying the laws to RC and RL circuit produces differential equation. differential equation قصدها هذه اللي هي تذكرون اللي هو I مال ال مال capacitor مال capacitor is equal to CdV over dt، وال V of inductor is equal to LdI over dt. هذه لانه فيها differential يسموها differential equation، لأنه هذه حتكون مثلا V plus V مثلا اللي هي الثانية مثلا I R plus وما أعرف شنو، فهتصير هذه differential equation. ف first order circuit is characterized by first order differential equation. first order لأنه to the power 1، يعني first derivative not second derivative. بس هذه معلومات عامة يعني يدكم تاخذون اللي هو نعندش بهالchapter اللي هو source free without the source. طيب، هاي الدائرة هي عبارة عن كاباسيتور وريزيستور in series بس. فالكاباسيتور it already has a charge inside، فحتسوي discharge للريزيستور. طيب، ف through some derivation ومو مطلوب منا طلعنا بهالقانون. طيب، هذا القانون مهم، حفظ طبعا. أي قانون قلت لكم بالسيركت هو عبارة عن حفظ، يعني قانون سهل ما في شيء. ف V of T يعني ال change of voltage، ال variation of voltage with time is equal to V naught initial voltage times exponential e to the minus t over RC. فلو تلاحظون إذا أريد أطلع اللي هو هذا يسمونه natural response of the circuit. natural response يعني السيركت لوحده، يعني natural طبيعية، لما كنت الكاباسيتر والريزيستر in series فهذا حيطلع لي الريسبونس ماله. طيب، فلو تلاحظون voltage is varying with time، هنا voltage مو ثابت لانه الكاباسيتر حيكون مثلا تشارج اوريدي بسم فولتج، بعدين حيسوي ديسشارج للريزستور، فهنا الفولتج اوف ريزستور راح يزيد او يقل. طيب، فهنا في تي از ايكوال تو في نوت اي تو ذا ماينس تي اوفر ار سي. على مود اطلع الريسبونس هذا احتاج اعرف شغلتين، احتاج اعرف الفي نوت الانيشال فولتج، واحتاج اعرف الار سي اوف ذا سيركت. طيب، اذا اعرفهم اثنيناتهم حاعوضهم بالمعادله، اطلع الفانكشن of voltage اللي هو variation with time. طيب، فهذا الديكي عندنا initial voltage اللي هو V naught، وطبعا exponential decay. طيب، طبعا ال RC هذا يسمونه tau، هذا ال RC اللي هو كان هنا كاختصارا يسمونه tau
تاو اللي هو التايم كونستانت. طيب شنو فائدة هذا التايم كونستانت؟ يقول لك هذا التايم كونستانت هو اللي يحدد يعني سرعة الديسشارج. يعني إذا كان التايم كونستانت كبير جدا، طيب إذا كان كبير الديسشارج حيكون سلور. يعني الفولتج مثلا بدل ما ينقص من يعني يصير 15 15 10 5 0، هاي النقصان السريع، حيصير نقصان أبطأ، حيصير 15 14 13 12 11 مثلا بهالطريقة يعني. فكلما كبرنا هذا التاو الديسشارج حيكون سلور. طيب وكلما نقص التاو الديسشارج حيكون أسرع. طبعا تاو كديفينيشن يعني is the time constant of a circuit is the time required for the response to decay by a factor of 1 over e or 36.8% of its initial value. يقول لك هذا طبعا هذا وحتى سكند. طيب هذا وحتى سكند لانه بالنيوميريتر هنا سكند، فسكند اوفر سكند لازم يكنسلون مع بعض، فيظل عندي بس هنا في نوت اذا ماينس تي اوفر ار سي، فيطلع لي بالنهايه فولتج اليونت. طيب فالتاو از ايكول تو ار سي واللي هي التايم كونستنت، وهي اللي تحدد سرعه النقصان. اذا كانت كبيره فالنقصان حيكون بطيء، اذا كانت صغيره النقصان حيكون اسرع. طيب as a definition شنو التاو؟ التاو يقول لك the time، هي time صح؟ RC is a time. Time needed for the initial voltage to reach 0.368 الانيشال. يعني مثلا طيب اذا كان مثلا الانيشال فولتج مثلا 15 فولت. طيب اذا كان هذا الانيشال فولتج 15 فولت، فهنا هذا الفاليو از وات 0.368 تايمز 15 صح؟ حيكون اللي هو 5.52. فيقول لك the time needed for this 15 volt to reach or to decrease up to 5.52 هي هاي التاو ال RC time constant. يعني طبعا لو تلاحظون 0.368 تقريبا اللي هي 0.33 تقريبا، يعني اذا اريد اعرف يعني to make sense of this value يعني تقريبا the initial voltage to reach اللي هو يعني 0.33 of the initial voltage تقريبا، يعني كأنه I lost اللي هو 2/3 of the voltage. يعني إذا عندي initial voltage 15 فولت كأني خسرت اللي هو already ثلثين الفولتج لحد ما وصلنا اللي هو هذا التايم تايم كونستانت. طبعا هذا مثلا يكون 5 سكند مثلا in 5 seconds ال initial voltage طيب almost dropped by 2/3، ثلثين الفولتج طار خلال 5 seconds. طيب فقلنا اللي هو التاو از بيجر، لو تلاحظون هاي الثلاث كيرفات لما يكون التاو بيجر حيكون ديكيز مور سلولي. يعني تشوفون الكيرف شوي اللي هو اعلى، يعني ات ايتش بوينت اوف تايم يكون الفولتج اعلى من البقيه. طيب ف في نوت از ذا انيشال فولتج اكروس ذا كاباسيتور، لانه احنا قلنا وي تشارج ات ذن وي ريموف ذا سورس، سو السورس فري ار سي سيركت والتايم كونستانت ار سي. فاحتاج اعرف هذول الشغلتين عشان اطلع اللي هو الناتشرال ريسبونس اوف دي ار سي سيركت. طبعا وات از ار ذس ار، الكاباسيتنس معروف يعطينا اياها بالسؤال. طيب وات از ذس ار؟ اتس ار ثيفينن ايكوفالنت ريزيستنس ات ذا تيرمينز اوف ذا كاباسيتور. طيب لانه احنا ممكن تكون السيركت معقده، ممكن تكون اللي هو عندنا هنا ريزيستر فوق وبعدين في عندنا ريزيستر تو ريزيسترز ان بارلل وبعدين في عندنا ريزيستر فوق فكيف لازم ابسطهم كلهم واطلع ريجستر واحد؟ فكيف اعتبر كانه الكاباستر هو اللود مالي؟ ذكرون بالشابتر 4 اذا اريد اطلع الار ثيفينن لما يكون عندنا سيركت مثلا بهالشكل. طيب وهنا عندنا ريجستر ومثلا هنا عندنا ريجستر وهنا عندنا ريجستر وبعدين مثلا في هنا عندنا ريجستر وبعدين في عندنا اللود، هذا الار لود صح؟ طيب ف ما اعرف شنو صار هنا. طيب فهذا الار لود، فاذا اريد اطلع اللي هو هذا الار لود صح لازم اطلع الار ثيفينن سين باي ذس لود، فلازم اسوي الايكوفالنت ريزيستنس اللي هو بالجهه اليساريه. فنفس الشيء حاعتبر هنا الكاباسيتنس از ماي لود واشوف كم الايكوفالنت ريزيستنس. لو تتذكرون كنا نطفي الاندبندنت سورسز الفولتج سورسز وي اوبن سيركت ذم وي شورت سيركت ذم والكرنت سورسز وي اوبن سيركت ذم ونشوف كم الايكوفالنت ريزيستنس at the terminals of this load. نفس الشيء هنا نعتبر كاباستر هو اللود.
فشغلتين احتاج اطلعهم عشان اطلع الريسبونس، احتاج اطلع الفي انيشال الفي نوت، واحتاج اطلع السي از جيفن، فاحتاج اطلع الار ثيفرن سين باي ذا كاباستر. طيب فيقول لك اكزامبل ان ذا فيجر ليت في سي ات 0 از ايكوال تو 15 فولت، فايند في سي في اكس اند اي اكس فور تي بيجر ذان 0. طيب فهنا معطيني الانيشال فولتج في سي ات 0 از ايكوال تو 15 فولت، ممتاز. ف قلنا شنو نحتاج؟ نحتاج الفي نوت ونحتاج اللي هو الار سي، صح؟ فالفي نوت از جيفن 15 فولت، اوكي ما في داعي اطلعها. والكاباسيتنس از جيفن 0.1 فاراد، فاحتاج بس اطلع الار ثيفنن سين ات ذا تيرمينز اوف ذيس كاباستور. طيب فالار ثيفنن اشيل هذا الكاباستور، طيب فحشوف كم الار سين باي ذيس تيرمينز. لو تلاحظون حتكون السيركت بهالشكل، يعني بالنهايه حيكون عندي عباره عن كاباسيتور وار اكوفلنت، عمود اقدر اطبق القوانين اللي قبل. فشنو الار ريزيستنس سين باي ذيس كاباسيتور؟ حيكون 8 سيريز وذ 12 بارلل وذ 5. طيب فحيكون 20 بارلل 5، ف 20 تايمز 5 اور 20 بلس 5 از 4 اوم. تمام، فاطلع التايم كونستنت اللي هو ار اكوفلنت تايم سي، طلعت التاو، فبس اطلع الفي از ايكوال تو في نوت اي تو ذا ماينس تي اوفر ار سي، فحيطلع لي هذا الريسبونس مالي. طيب هذا ال VC at any point. هلا أقول لك مثلا find اللي هو VC ال voltage of the capacitor at time equal 5، بس أجي هنا أعوض 5 يطلع لي voltage على طول value. time equal 2 بس أجي هنا 2 second، يعني أجي هنا اللي هو أعوض هنا 2 وأطلع ال VC. بس هو طالب هنا شغلات ثانية، طالب اللي هو ال VX and IX for t bigger than 0. طيب يريد ال IX، صح؟ فاحنا نعرف اللي هو هذه ال احنا نعرف هذه ال VC. طيب ممكن نستعمل اذا يريد ال VX ولا IX، عفوا، فاذا يريد ال VX فاقدر استعمل فولتج ديفايدر، لانه هنا عندي من هذا النود لهذا النود از VC، صح؟ فكانه هنا عندي سورس وذ VC، طيب وهنا عندي التو ريزيسترز وهنا عندي ال VX، بس استعمل فولتج ديفايدر، حيكون اللي هو ال VC، بس هنا الفولتج ديفايدر حستعمل VC as a variable، حتكون هذه الفاليو، طيب تايمز اللي هو ذس ريزيستر which is 12 over 12 plus 8. طبعا هنا حيطلع اللي هم ال VX variable، لانه ذس VC is variable، it's a function of time، فهذه ال VX. اذا اريد ال IX it is just اللي هو VX over RX، بس اقسم هذه على RX، اقسم اللي هو 9 على 12 حيطلع 0.75. تمام، مثال ثاني يقول لك refer to the circuit below, determine VC, VX and I not for t bigger than or equal to 0, assume that VC at 0 is equal to 30. ممتاز، معطيني ال VC بس ومعطيني ال capacitance is given ال value، بس احتاج اطلع ال R Thevenin seen by the capacitor. طيب what is R Thevenin seen by the capacitor؟ اذا هذا الترمينال، طيب حيكون اللي هو 12 parallel 6 series with 8. 12 parallel 6 is 4 series with 8 is 12. طيب فبس اضرب ال R equivalent times C، حيطلع اللي هو 12 times 0.33 this is tau. بعدين ارجع اوضها بال equation VC is equal to V naught which is 30 times E to the minus اللي هو 1 over tau، صح؟ اللي هي T over tau، فحتصير T over 4 which is اللي هو 0.25. طلعت الـ natural response of the voltage of the capacitor. إذا أريد VX، طيب كيف أطلع اللي هو الـ VX؟ ممكن أطلعه بشنو؟ أطلعه بـ voltage divider، نفس الشيء، صح؟ بس هنا لازم تتبعون عشان الله، لأنه مثلا إذا كان voltage divider لازم أجمع هذول الاثنين كـ parallel بعدين أسوي الـ voltage divider، ما ينفع أسوي بس 6 يعني. يعني لازم أضرب اللي هو VC، طيب which is 30 e to the minus 0.25 t times 6 parallel 12 okay اللي هي 4 over 4 plus 8. طيب فلازم اجمع هذولا لانه الفولتج حيظل نفسه، عم اتاكد انه كله سيريز ال 8 والريزستر، وبعدين اسوي اللي هو 4 over 4 plus 8 فاطلع ال VX. يريد مثل الاي نوت، الاي نوت is the current flowing through this 8 ohm which is also equal to the current flowing with this capacitor. طيب لو تذكرون بالشابتر اللي قبل اخذنا relationship between current and voltage of the capacitor، قلنا انه the current is equal to C dV over dt. فهنا لانه الفولتج is C is given،
فان الفولتج از فانكشن اوف تايم، فراح اضطر اللي هو شو اسوي ديفرنشيت ذس وذ ريسبكت تو تايم. طبعا ديريفيتيف اوف 30 ات از جاست 30، ديريفيتيف اوف اي تو ذا ماينس 0.25 تي از جاست ايكوال تو اي تو ذا ماينس 0.25 تي تايمز ماينس 0.25. فطلعنا الكرنت از ايكوال تو ماينس 2.5 اي تو ذا ماينس 0.25 تي. طيب هنا يقول لك example 3 the switch in the circuit has been closed for a long time. It is opened at t equals 0. Find Vt for t greater than or equal to 0. Calculate the initial storage the initial energy stored in the capacitor. طيب فانا طالب مني شغلتين، طالب اللي هو الانيشال انرجي ستور which is half cv square، تمام عندي c بس لازم اطلع الانيشال فولتج صح، ويقول لي find the Vt. لو تلاحظون هنا مو معطيني الانيشال فولتج اللي هو في ات 0، بس ملاحظه الفي ات 0 طيب از ايكوال تو اللي هو في ات تايم ايكوال 0 ات 0 ماينس او يعني بيفور 0. فمن وين اطلعها هذه؟ من تي جريتر ليس ذان 0، يعني قبل ما يبدا اللي هو الديسشارج مال الكاباستور اسوي سيركت تي ليس ذان 0 واطلع الفي نوت. طيب فهنا كأنه هذا القانون اللي أخذناه قبل، طيب هذا القانون عندي شغلتين فيه صح؟ إيه الفي نوت والتاو، قلنا لازم نطلع شغلتين عشان نطلع الناتشرال ريسبونس. هذه الفي نوت أطلعها من السيركت فور تي ليس ذان زيرو، أرسم السيركت لما يكون التايم إز ليس ذان زيرو طيب، وبعدين أرسم السيركت وذ تايم بيجر ذان زيرو. لما ارسم السيركت وذ تايم بيجر ذان زيرو اطلع منها التاو. طيب فعندي شغلتين، الفي نوت اطلعها من السيركت فور تي ليس ذان زيرو فارسم السيركت وذ تي ليس ذان زيرو اطلع الفي نوت، وبعدين ارسم السيركت وذ تي بيجر ذان زيرو واطلع التاو. طيب فيعني كانه قسم الحل الجزئين، تي ليس ذان زيرو تي بيجر ذان زيرو، تي ليس ذان زيرو اطلع الفي نوت والتي بيجر ذان زيرو اطلع التاو. فعندي السي بس اطلع الار ثيفنن اور ار ايكوفالنت ات ذا تيرمينز اوف ذا كاباستور. طيب فهنا بالاسئله اللي قبل معطينا الفي نوت بس هنا نحتاج نطلعها لانه ما معطينا اياها. كيف نطلعها؟ يقول لك هذه السويتش، طيب راسمنا سهم انه طالع لفوق ات تي ايكوال 0. شنو معناها؟ معناها السويتش ات تايم ايكوال 0 ات ذا بيجينينج اوف تايم ات از اوبن، معناها قبل التايم كانت كلوزد صح؟ فلما تكون قبل التايم ذيس از كلوزد فارسم السيركت فور تي ليس ذان 0، فحيكون عندي السورس و3 وحيكون السويتش از كلوزد وال9 اوم وال1 اوم. طبعا احنا نعرف انه الكاباسيتور ذيس از ا دي سي سورس صح، نعرف احنا انه الكاباسيتور اكت از ا اوبن سيركت فور دي سي سورسز، فهذه حتكون اوبن سيركت. فمن هنا حطلع الفي سي ات 0. طيب لما تكون هذه اوبن سيركت معناها ذيس كرنت از ايكوال تو وات؟ ذيس كرنت از ايكوال تو 0 صح، فالكرنت اللي مر هنا كله حيمر هنا، معناها اذا طلع الفي سي از ايكوال تو ذيس في سي صح، لان ذيس ار ان بارلل، فاقدر استعمل فولتج ديفايدر 20 تايمز 9 اوفر 9 بلس 3، هطلع الفي انيشيالي طيب اللي هو الفي سي ات 0 تمام. الخطوه الثانيه قلنا انه نرسم اللي هو السيركت فور تي بيجر ذان 0، فور تي بيجر ذان 0 ذيس سويتش از اوبن، معناها شنو؟ معناها ذيس از اوبن سيركت، ذيس از اوبن سيركت كله حينشال، حيظل عندي بس 9 اوم ان سيريس وذ 1 اوم ان سيريس وذ ذا كاباسيتور. طيب فهذه السيركت فايش اسوي؟ اريد اطلع الار ثيفنن ات ذا تيرمز اوف ذا كاباسيتور، سهله لانه ذيس ار ان سيريز فبس حتكون 9 بلس 1 حتكون 10 اوم. اطلع الار ثيفنن اضربها بالسي حطلع لي التاو ويعوضها بالمعادله كل سهوله. طالب حتى الكالكوليت ذا انيشال انرجي ستورد ان ذا كاباسيتور صح؟ فات از ايكوال تو هاف سي في سكوير، ذيس از اللي هو في 0 لانه انيشال انرجي ستورد. فعندي اوريدي السي which is 20 ملي فاراد 20 تايمز 10 تو ذا ماينس 3، وعندي الفي نوت which is 15 فولت، بس اعوض هاف سي في سكوير يطلع انيشال انرجي ستورد. طيب نفس الشيء هنا example 4 the switch in circuit below is opened at t equals 0 find vt for t bigger than or equal to 0. قلنا خطوتين لازم نرسم السيركت for t less than 0 والسيركت for t bigger than 0. للتي less than 0 اطلع منها الفي نوت والتي bigger than 0 اطلع منها التايم كونستنت اللي هو الار سي. طيب التي less than 0 حتكون هذه السويتش از كلوزد صح، والكاباسيتور اكت از ا اوبن سيركت صح، ف
فهذه السويتش از كلوزد، فهذا حيكون الفولتج از اوبن سيركت، فحيكون اللي هو هذه النيجاتيف بوزيتيف فولتج مال الكاباستر اللي هو ات زيرو، صح؟ فاذا اريد اطلع فحتكون السيركت بهالشكل، تكون السيركت بهالشكل ماينس بلس 24 وهذا اللي هو 6. طيب السويتش از كلوزد بيفور تي ليس ذان زيرو، فهذه تي ليس ذان زيرو، وبعدين هذه اوبن، وبعدين عندنا هذه اللي هو ال 12 وبعدين عندنا ال 4، صح؟ فهذه از في ات زيرو اللي هو الفي سي ات زيرو. كيف احسبها؟ فولتج ديفايدر بكل سهوله، اجمع هذول ان بارلل، بعدين حيصيروا تو ريزيستر ار ان سيريز، بس اسوي فولتج ديفايدر 12 بارلل 4 از ايكوال تو 3، فبس حيكون 24 تايمز 3 اوفر 3 بلس 6، طلعنا الفي نوت. بعدين شو نسوي؟ نرسم السيركت فور تي بيجر ذان زيرو. طيب تي بيجر ذان زيرو السويتش حتكون اوبن، فحشيل هذا السورس كله. طيب السورس حينشال، هذا عندي بس كاباسيتور وتو ريزيسترز ان بارلل، بس 12 بارلل 4 از ايكوال تو 3 بكل سهوله، اضرب ال 3 تايمز 1 اوفر 6 اطلع التاو، بعدين اعوضها بالمعادله. لو تلاحظون الحل جدا بسيط، اقسم الحل القسمين، تي ليس ذان زيرو طيب اطلع الفي نوت، وتي بيجر ذان زيرو اطلع الار ايكوفالنت واضربها بالسي اطلع التايم كونستنت، اعوضها بالمعادله ويطلع لي الريسبونس. طيب هسه تكلمنا عن الكاباستر، هسه نجي على الاندكتر. الاندكتر نفس الشيء لكن الايكويجن مال الكرنت وليس الفولتج. فالايكويجن از ايكوال تو اي تي، اي تي از ايكوال تو اي نوت اللي هي الانيشال كرنت تايمز اي تو ذا ماينس تي اوفر تاو، نفس الشيء تي اوفر تاو، لكن هنا الفرق التاو هنا يفرق، التاو هنا ما حيكون اللي هو ار ال، لا حيكون ال اوفر ار. فبس هذا الاختلاف، الاختلاف انه بالاندكتر حيكون الفانكشن اوف حيكون الفاريبل از كرنت، طيب الريسبونس اوف كرنت، وحيكون التاو از ال اوفر ار بدل ما يكون اللي هو ار سي بالكاباستور. طيب بس نفس الشيء نفس الفاليوز، فالتاو اللي هو التايم نيدد فور الانيشال كرنت تو لوز اولموست اولموست اللي هو 2 ثيرد اوف اتس فاليو، يعني لو كانت مثلا اللي هو 9 فتقريبا حينقص ل 3 امبير. طيب فور ذس اللي هو التاو، ونفس الشيء اللي هو اي تي ديكيز فاستر فور سمول تي اند سلور فور لارج تي، فنفس البيهيفير. فالاختلاف الاختلافين الوحيدين انه ذس از اللي هو الكرنت حيكون الناتشرال ريسبونس، والتاو از ايكوال تو ال اوفر ار. طيب فهذه القوانين مو مهمه، تكلمنا عنها اوريدي في الشابتر اللي قبله يعني. طيب فنفس الشيء اذا اريد اللي هو الاي نوت، هذه الاي نوت اطلعها نفس الشيء، اقسم السيركت القسمين، اقسم اللي هو 4 تي ليس ذان 0 اطلع الاي نوت، وبعدين هذه التاو من تي بيجر ذان 0 اطلع اللي هو الار، نفس الشيء هاي ار ايكوفالنت، ار ايكوفالنت سين باي ذا اندكتر. طيب طيب هنا اكزامبل اسيومينج ذات اي نوت از ايكوال تو 10، اوكي فما اعطينا الاي نوت از ايكوال تو 10 فما في داعي اروح للسيركت تي ليس ذان 0، بس احتاج اروح للسيركت تي بيجر ذان 0. Calculate IT and IX of T in the circuit. طيب IT اللي هي الكرنت هذه اللي ماشي بالاندكتر as a function of time، فقلنا نحتاج شغلتين، نحتاج اللي هو الاي نوت، عندنا الاي نوت، ونحتاج نطلع اللي هو التاو از ال اوفر ار، عندنا ال ال طيب بالسؤال اللي هو 0.5 هنري، فاحتاج اطلع الار سين باي ذس اندكتر. طيب الار سين باي ذس اندكتر لو تلاحظون هنا عندنا ديبندنت سورس، لو تذكرون بشابتر 4 لما يكون عندنا ديبندنت سورس ما ينفع اللي هو اشوف اللي هو اقول 4 بارلل 2 واطفي السورس، لا لازم ابدل هذا الاندكتر بفولتج سورس وذ فاليو اوف 1 وطالع منه كرنت. طيب وبعدين ذا فولتج اوفر ذا كرنت از ايكوال تو ذا ار، فهذه السيركت حتكون بهالشكل. فحبدل الاندكتر بفولتج سورس اوف 1 فولت وعندي الكرنت، فحتكون الار ايكوفالنت طيب is equal to 1 فولت اوفر اللي هو الكرنت، ف والديبندنت سورس حخليه. كيف اطلع الكرنت؟ مش اناليسز، بكل سهوله ماينس 1 فولت بلس 2 اي 1 ماينس اي 2 از ايكوال تو 0 و 2 تايمز اي 2 ماينس اي 1 بلس 4 اي 2 بلس 3 اي اللي هي الكرنت اللي هو الماشي هنا، صح؟ which is equal to which is equal to اي 1 هنا بهالحاله. طيب فهنا لو تلاحظون هنا ما سوى الاي 1 اللي هو مثل ما احنا متعودين اللي هو بهالشكل والاي 2 بهالشكل، راح عكسهم عادي ما فرقت يعني.
فانا اطلع المعادلات، فهنا حتكون شوي مختلفة، فحتكون اللي هو 2 تايمز اللي هو I1 ماينس I2 بلس 1 فولت از ايكوال تو 0، وهنا حتكون شنو؟ حتكون اللي هو ماينس 3 I، ال I از ايكوال تو وات؟ اللي هي هاي الكرنت، هذا الكرنت اللي طالع اللي داخل هنا صح؟ which is equal to I1، فحتكون 3 I1 plus 4 I2 plus 2 I2 minus I1 is equal to 0. طيب؟ ف بهالشكل حتكون، حتكون minus 3 I1 plus اللي هو 4 I2 plus 2 I2 minus I1 is equal to 0. فحيكون عندنا 2 equations 2 unknowns، احنا بس مطلوب منا، مو مطلوب منا نطلع ال I2، مطلوب منا بس نطلع ال I1 على مود اعرف اللي هو الكرنت هذا. فال I1 هنا is equal to minus 3 امبير. طبعا الـ I1 الـ I نوت هذه اللي طالع من هنا is equal to what؟ is equal to negative I1، فحتكون 3 امبير. طيب؟ لأن أريد أطلع اللي هو الـ R equivalent، صح هنا؟ فـ الـ I نوت is equal to negative، لأنه هاي الـ I1 بالعكس، الـ I1 داخلة بهالشكل والـ I نوت بهالشكل. فالـ I نوت is equal to negative I1، بس R equivalent is just 1 over 3. فحيطلع لي 0.3 اوم. ممتاز، طلع لنا كل شيء نحتاجه. التايم كونستنت از ال اوفر ار ايكوفلنت، فال از ايكوال تو هاف ديفايدد باي 1 اوفر 3 حتصير 3 اوفر 2 سكندز. اطلع الكرنت از ايكوال تو اي نوت، اوريدي طلعناها 10 امبير، والتاو از ايكوال تو اللي هو 3 اوفر 2، فكانه 1 اوفر 3 اوفر 2 حتصير 2 اوفر 3. طيب ما خلص السؤال، اريد اللي هو اي اكس اوف تي، اريد هذا الكرنت. طيب از ا فانكشن اوف تايم، كيف نعرفها؟ هذا الكرنت طيب نعرفه من خلال الفولتج اكروس ذس وان، لانه اي اكس از ايكوال تو وات؟ از ايكوال تو في اكس اوفر ار، صح؟ اللي هو الفي اكروس ذس وان، اند ذس فولتج از ايكوال تو ذس فولتج اللي هو اكروس 0.5 هنري. فنحتاج اللي هو نسوي ريليشن شيب اوف فولتج اند كرنت ان ذا اندكتر. ففي از ايكوال تو وات؟ في از ايكوال تو هذه الفي، طيب في اوف تي، وهذه في اوف تي لانه دي ار ان بارلل، is equal to L times DIT over T. هذه relationship صح؟ بس اشتق هذه المعادلة in terms of T، فيطلع لي ال term which is minus 10 over 3. فهذا ال V is equal to this V because they are in parallel. بعدين IX is equal to V over R، بس اقسم هذا ال V على 2 يطلع لي ال IX. طيب شوف المثال اللي بعده. Find I and VX in the circuit. Assume that I not is equal to 5. ممتاز، معطيني الاي نوت، فما في داعي اروح للسيركت تي ليس ذان 0، بس اروح للسيركت تي بيجر ذان 0. ممتاز، هاي السيركت عندي صح؟ عندي الاندكتر، بس احتاج اطلع الار 7 سين باي ذيس اندكتر صح؟ بس هنا عندي ديبندنت سورس، فاحتاج شو اسوي؟ احتاج اطلع اسوي سورس اللي هو 1 فولت والكرنت، اند ذيس فولتج 1 فولت اوفر ذا كرنت از ايكوال تو ار ايكوفلنت. كيف اطلع الكرنت؟ نود اناليسيز او مش كيفكم يعني. طيب اذا اسوي مش اناليسيس حيكون ماينس 1 فولت بلس 3 اي 1 بلس 1 تايمز اي 1 ماينس اي 2 بلس 2 في اكس از ايكوال تو 0، اند في اكس از ذا فولتج اكروس ذس 3 اوم. طيب فالفي اكس از ذا فولتج اكروس 3 اوم which is equal to what؟ which is equal to the resistance 3 تايمز اي 1. السيركت اللي بعدها او المش الثاني اللوب الثاني حيكون ماينس 2 في اكس او اللي هو ماينس 2 تايمز VX which is 3، لأنه هذه الـ VX is 3 times I1 هذه الـ V. طيب plus 1 times I2 minus I1 plus 5 I2 is equal to 0. صار عندنا 2 equations 2 unknowns، مطلوب مني بس أطلع اللي هو الـ I1 لأني أريد أطلع هذا الكرنت. طيب الـ I1 is equal to I، فالـ I1 is equal to 0.113 amp، فالـ R equivalent is just 1 over this one which is equal to 8.85 ohm. بعدين اطلع التاو which is L over R equivalent اللي 1 over 6 divided by 8.85، يطلع التاو اللي هو 0.0188. بعدين 1 over تاو لانه بالإكويجن هذه هي عبارة عن I نوت اوكي A to the minus T over تاو صح؟ فكأنه اللي عندي 1 over تاو صح؟ ف 1 over تاو is 53.1، فعوضها هنا ال I نوت is 5 وال وال وش اسمه 1 over تاو is equal to 53. طيب هنا يقول لك example the switch in the circuit has been closed for a long time at t equals 0 the switch is open calculate it for t bigger than 0. ممتاز، فهنا it for t bigger than 0 نحتاج قلنا نحتاج نعرف ال i note وال r equivalent صح؟ هنا مو معطين ال i note فلازم نرسم two circuits،
واحدة تي less than zero أطلع منها الـ I node، واحدة تي bigger than zero أطلع منها الـ R equivalent. طيب الـ T less than zero لو تلاحظون هنا switch is opened at T equal zero، فمعناها كانت closed، فحتكون اللي هو السيركت بهالشكل. هذه السويتش از كلوزد، وهذه 416، وطبعا الاندكتر اكت از شورت سيركت تو دي سي. طيب فلما تكون هذه شورت سيركت، فهذه 16 اوم حتكون بارلل للشورت سيركت، فنقدر نلغيها صح؟ قلنا نقدر نلغيها، يعني نخلي بس 4 اوم والشورت سيركت. فعشان عندنا هاي السيركت نحتاج اطلع اللي هو الاي ات زيرو. طيب كيف اطلع الكرنت اللي ماشي هنا؟ اقدر اطلع اللي هو التوتال كرنت، وبعدين اسوي كرنت ديفايدر. اقدر اطلع هذا الكرنت من خلال اني اجمع ريزيستر صح، فاقدر اجمع اللي هو 4 بارلل 12 اللي هو از ايكوال تو 3، بعدين 3 سيريز وذ 2 از 5، بعدين 40 اوفر 5 از ايكوال تو 8 صح، عشان اطلع اللي هو الكرنت. فهذا اقدر اطلع الكرنت، وبعدين ذس كرنت يتوزع على هذا وعلى هذا، بعدين اقدر اسوي كرنت ديفايدر. ف 4 بارلل 12 از ايكوال تو 3، بعدين 3 بلس 2 از 5، الاي از ايكوال تو V over R is equal to 8 amp. بعدين نسوي current divider. فإذا الكرنت هذا at 0 is equal to 8 times 12 over 12 plus 4. هيطلع 6 amp. هذا اللي هو this one is I at 0. بعدين أرسم السيركت for T bigger than 0. For T bigger than 0 the source is removed. فحيكون هذا كله removed open circuit. فحيظل عندي اللي هو inductor طيب، وعندنا اللي هو resistors. حيكون شنو؟ حيكون هذا لأنه open circuit صح؟ فهذه حتنشال. صح، فحيكون عندي اللي هو 4 سيريز وذ 12 بارلل وذ 16، يعني 16 بارلل 16 حتكون 8. هذه الار اكوفلنت، فالار اكوفلنت تايمز فالال اوفر ار اكوفلنت اللي هو 2 اوفر 8 which is اللي هو 1/4. بعدين ارجع اعوضها بالقانون بكل سهوله. طيب فور ذا سيركت فايند اي تي فور تي بيجر ذان 0، نفس الشيء لازم ارسم السيركت فور تي ليس ذان 0، لازم ارسم السيركت فور تي بيجر ذان 0. فور تي ليس ذان 0 السويتش حتكون كلوزد طيب، والاندكتر اكت از ا شورت سيركت. طبعا لما الاندكتر هذا حيكون شورت سيركت بهالشكل طيب، فهذا ال 5 اوم حيكون بين ذس نود اند ذس نود which is equal to this node and this node صح، حتكون شورت سيركت بارلل تو ا ريزيستر، فكانه هذا الريزيستر اقدر اشيله طيب، فكأنه هذا الريجستر اقدر اشيله، فحيظل عندي بس 12 و8 وعندي الكرنت هذا صح. فاريد احسب هذا الاي which is equal to i at 0. كيف احسب هذا الاي؟ بكل سهوله كرنت ديفايدر، هنا 5 تايمز 8 اوفر 8 بلس 12، فهذا يطلع لي الكرنت at 0. طيب ارسم السيركت فور تي بيجر ذان 0، فور تي بيجر ذان 0، فور تي بيجر ذان 0 ذا سورس از ريموفد صح، فهذا السورس حينشال. حيظل عندي بس اندكتر، وحيظل عندي ذيس اللي هو ريزيسترز. فحيكون شنو؟ حيكون لنا this part is removed، حيكون 12 series with 8 حيكون 1 resistor parallel with 5. 12 series with 8 يعني 20 parallel 5 حيكون 4. طلعنا R equivalent فبس tau is equal to L over R equivalent which is equal to 0.5، 1 over tau is equal to 2. لو تلاحظون يعني نفس الطريقة، أرسم اللي هو 4T less than 0، أرسم 4T bigger than 0، أطلع I node اللي هو الاي الكرنت فلوينج ثرو ذا اندكتر، لان الاندكتر حيكون از شورت سيركت. فذيس از اي نوت، وبعدين ارسم 4 تي بيجر ذان 0 اطلع الار كوفلت، ار اللي هو سين باي ذا ترمينالز اوف ذا اندكتر، ار ثيفنن يعني. طيب هسه نتكلم عن شيء ثاني. اول شيء احنا لو تلاحظون اللي تكلمنا عنه كله اللي هو فجاه انه يكون الاندكتر مشكل يعني از كونكتد تو كرنت سورس او فولتج سورس، اند سادنلي ذا سورس از ريموفد، يظل عندنا بس يعني this source is removed، يظل عندنا بس inductor و resistors. طيب كيف لو مثلا inductor is connected to a source وبعدين حتى لما نسوي له disconnect it is suddenly connected to a source؟ يعني الامثله اللي قبل كانت عباره عن شنو؟ عن suddenly disconnection، فجاه افصل اللي هو at time equal zero افصل source وظل عندي بس inductor و resistors. طيب ايش يصير لو عندي inductor و resistors وسادلي اي كونكتد ذم تو سورس؟ يعني كانه هنا حنتكلم عن التشارج بدل الديسشارج. قبل كان عندنا سورس مكنت لهم وبعدين فجاه افصله، فحيسوي الاندكتر او الكاباستر ذا ديسشارج ذا كرنت او ذا فولتج تو ذا ريزيسترز. طيب ايش يصير لو انا اسوي تشارج، لو اي سادلي كونكت ذم تو ا سورس؟ اريد اعرف البيهيفير مال التشارج ذم. طيب فحنعرف شيء اسمه اليونت ستيب فانكشن، هذه بس مقدمه عشان نعرف بعدين ايش راح نسوي. اليونت ستيب فانكشن
هذه عبارة عن شنو؟ عبارة يقول لك عن function before time equals zero ال ut before time equals zero it is zero. يعني مثلا والله إذا كانت اللي هو ال voltage فال voltage before zero time before zero seconds voltage حيكون zero. بعدين فجأة يصير اللي هو 1 فولت. For t less than zero ال ut is zero. For t bigger than zero the ut is 1. طيب فأقدر اللي هو أسوي shift صح؟ ف u t minus t naught معناها it's shifted to the left to the right عفوا لأنه الماينس يعني معناها shifted towards the right positive معناها shifted towards the left. هذه شنو معناها؟ معناها بدل هي value zero before t t naught مو t zero يعني بس سويت shift. يعني مثلا والله إذا أريد اللي هو اليونت ستيب فانكشن أديها zero before 5 seconds و at 5 seconds at t equal 5 it starts conducting او it starts اللي هو voltage. فايش راح اسوي؟ اللي هو ال u at t minus 5. فهذا شنو معناها؟ معناها at time equal 5 it starts مو at time equal 0. طيب فحتكون اللي هو at t not. ونفس الشيء لو اريدها اللي هو starts مثلا at minus 5 فحتكون اللي هو u t plus 5 مثلا. فthis will start at t equal negative 5. طيب شنو فائدة هذه؟ هذه استفاد منها اليونت ستيب فانكشن عم اسوي موديل للفولتج. يعني اقدر اعبر عن الفولتج من خلال اليونت ستيب فانكشن. اقول ان الفولتج في تي عباره عن شنو؟ عباره مثلا اذا اريد اللي هو تي ليس ذان 0 از ايكوال تو 0 وتي بيجر ذان 0 از ايكوال تو سم فاليو اللي هو كونستنت فاليو فيظل هنا 5 اب تو تي انفينيتي. يعني فاقدر اعبر عنه عن شنو؟ في تي از ايكوال تو في نوت يو تي صح؟ فاذا عرفها حتكون for t less than 0 ايش راح تكون؟ حتكون v نوت مثلا سم فاليو which is equal to 5 مثلا تايمز يو تي فحتصير 5 تايمز 0 which is equal to 0 تمام. and for t bigger than 0 الفاليو اوف يو تي از 1 صح؟ ف يو تي از 1 فحتصير 5 تايمز 1 is equal to v نوت. فكاني سويت موديل للفولتج سورس مثلا اذا كان اللي هو t less than 0 is equal to 0 and t bigger than 0 is some value فعبر عنه بهالشكل v نوت تايمز يو تي. طيب فكانه هو عباره عن شنو؟ كانه عباره عن سويتش. هذه اليونت ستيب فانكشن اقدر ابدلها بدل السويتش. فلو تلاحظون هنا ادي تيرمينالز هنا الفولتج سورس ديسكونكتد صح؟ ما في فولتج سورس فهذه التيرمينالز از جاست اللي هو شورت سيركت فحتكون اللي هو في از ايكوال تو 0. بعدين فجاه كنتهم من السورس فحيكون الفي از ايكوال تو في نوت. فاقدر اعبر عن هذه السويتش از ايكوال تو في نوت يو تي. او اقدر اعبر عنها الكرنت سورس لانه هنا الكرنت مثلا از ايكوال تو 0 صح؟ يعني ات از نوت كونكتد. بعد ما اسوي السويتش حتحرك من هاي البوينت تو ذس بوينت. طيب فبيفور ذس بوينت حتكون الكرنت از ايكوال تو 0 فحيكون اللي هو اي تايمز اللي هو يو تي. افتر ذس بوينت اي از ايكوال تو اي حتكون اي نوت يو تي. طيب شو نستفاد منها؟ نستفاد منها انه اذا كانت مثلا السويتش ما كان الكاباستر ماك او الاندكتر ما كان مكنت اللي هو للسورس وفجاه السويتش از كلوزد والكاباستر از كونكتد تو سورس. طيب فكانه نقدر نقول اللي هو الفولتج بيفور ذس تايم از ايكوال تو 0 اند افتر ذا سويتش از كلوزد ات از ايكوال تو سم فولتج فاليو. طيب ففي ديرفيجن هذا مو مطلوب هذا يسمونه الستيب ريسبونس. الستيب ريسبونس لانه اللي هو اليونت ستيب فانكشن. طيب ولانه السويتش از سادلي كلوز اند السورس از سادلي كونكتد تو ذا كاباستر. فايش راح يصير هنا؟ حيصير عندنا تشارج. الامثله اللي قبل بالنصف قبل مال التشابتر كان عباره عن سورس وفجاه افصله اسوي ديسكونكت، لكن هنا السورس فجاه اسوي له كونكت. طيب هنا الدريفيجن مو مطلوب يطلع لنا بالمعادله النهائيه. هذه المعادله مهمه جدا اللي هو الفانكشن اوف فولتج اللي هو الفولتج از فانكشن اوف تايم. فيقول لك الفي تي فور تي ليس ذان 0 حيكون في نوت وات ايفر انيشال فولتج هولد باي ذا كاباستر. يعني هنا ممكن يكون عندي فولتج اللي هو 5 فولت وبعدين فجاه اوصل اللي هو اسوي كونكت لهذا السورس حيصير لي فاليو صح؟ فور تي ليس ذان 0 حيكون بس في نوت ممكن يكون 0 عادي. اما فور تي بيجر ذان 0 حيكون هذا الريسبونس في اس بلس في نوت minus vs e to the minus t over tau. طيب ال v نوت مثل ما قلنا قبل صح؟ ال v نوت is اللي هو ارسم السيركت. فنفس الشيء هنا اقسم السيركت لقسمين قسم ال t less than 0 وقسم ال t greater than 0. for t less than 0 اطلع اللي هو ال v نوت مثل ما قلنا قبل صح؟
و4 تي بيجر ذان 0 اطلع لي والتاو الار اكويفالنت سين باي ذا كاباستر صح. هنا شيء زياده عندنا اللي هو الفي اس. الفي اس هنا لانه السورس از كونكتد تو كاباستر صح. فهنا الفي اس از اللي هو نفس الشيء فور تي بيجر ذان 0 فهطلع شغلتين، هطلع اللي هو الار سي وهطلع الفي اس اللي هو فور تي وان تي اللي هو ريتشز انفينيتي. هطلع وات از ذا فولتج اكروس دي تيرمينالز اوف ذا كاباستر. طيب هنا قاعد يقول لك اللي هو تز دي ناتشرال ريسبونس اند دي فورس ريسبونس، فهذا القانون اللي احتاجه. طيب فاحنا قلنا انه ذس في نوت نطلعها من تي ليس ذان 0 اند ذس تاو ويتش از ار سي اطلعها من تي جريتر ذان 0، ونفس الشيء هذه الفي انفينيتي اطلعها من تي جريتر ذان 0. طيب خلينا نحل المثال. يقول لك ذا سويتش ان ذا سيركت هاز بين ان بوزيشن اي فور ا لونج تايم at t equals 0 the switch moves to b determine vt for t greater than 0 and calculate its value at t equal 1 and 4. طبعا خلينا اول شيء نطلع ال vt وبعدين قلنا اذا v as a function of time نقدر نعوض باي رقم صح. طيب لو تلاحظون هنا الكاباسيتور هذا is connected to this voltage source. طيب ف وبعدين اول ما اسوي له يعني at time equal 0 this switch converts to this one صح. فلما اغير هذا السويتش حيصير السويتش in this way صح. معناها ايش راح يصير؟ هذا حينفصل. فحتى لما at time equal 0 للسويتش الكاباستر is connected to a source، مو مثل قبل. يعني قبل at time equal 0 الكاباستر is just connected to resistors صح، ما في سورس، لكن هنا في سورس فمعناها حيصير في charging. فهنا بكل سهولة طبعا يعني هذه لو تلاحظون هذه هي نفس المعادلات اللي قبل اخذناها، لكن المعادلات اللي قبل اخذناها هي special case from this one. فلم لو تحلون بهذه حيكون شنو؟ حتكون اللي هو vs او v at time equal bigger than 0 حيكون 0. يعني لو تشوفون السيركت اللي قبل، طيب مثلا تشوفون هاي السيركت، خلينا نرجع اللي هو شركه مال كاباستور، شركه مال كاباسيتور. طيب هذا المثال مثلا. طيب هذا المثال ات تي اللي هو ليس ذان 0 عندنا سورس، فنفس الشيء نطلع الفي 0 نفس اللي هو قاعد نحله هسه. لكن بعد ما السويتش از ريموفد لو تلاحظون السورس حينشال، حيظل عندنا بس في واللي هو وريزسترز، ما عندنا في اس. طيب ففور تي بيجر ذان 0 حنطلع بس الار اكوفلنت، فهنا الفي اس از ايكوال تو 0. طيب فلو نرجع لهذه المعادله، لو نرجع لهذه المعادله فهنا لما تكون الفي اس از 0 فهذا حتصير شنو؟ هذا حتصير 0. طيب وهذا حتصير 0، حيرجع اللي هو الفانكشن حتكون عباره عن في نوت اي تو ذا ماينس تي اوفر تاو، نفس الريسبونس الاصلي. فتقدرون اللي هو عشان تعرفون يعني مثلا يجيكم سؤال كاباسيتور او اندكتر مع دي سي سورس كرنت او فولتج، طيب كيف اعرف انه هذا تشارجنج ولا ديسشارجنج؟ انصحكم نصيحه انه دائما تطبقوا هاي المعادله، لانه هذيك هي عباره عن سبيشال كيس فروم ذيس ون. بس تنتبهون انه مثلا والله اذا كان تي بيجر ذان 0 وكان الكاباستر از نوت اللي هو كونكتد تو ا سورس فمعناها في اس از 0 فمعناها في نوت اي تو ذا ماينس تي اوفر تاو، نستعمل المعادلات اللي قبل نفسها حتكون يعني. اما اذا كان في سورس فنستعمل هذه، لانه المعادلات اللي قبل ما تنفع على الكيس، لكن هذه جنرال رول. طيب حل المثال، قلنا انه شو نسوي؟ نرسم اللي هو سيركت فور تي ليس ذان 0. طيب فور تي ليس ذان 0 ايش راح تكون؟ حتكون السويتش از ذس ون صح؟ فهذه is disconnected والكاباستر act as a open circuit. طيب فهذه الفولتج is equal to this voltage لانه هذه this one is removed صح، والكاباستر is open circuit ف this voltage v at 0 صح. فهتكون اللي هو voltage divider 24 times 5 over 5 plus 3. بعدين شو نسوي؟ نرسم اللي هو for t greater than 0. for t greater than 0 طيب هذه الفولتج يطلع 15 فولت. for t greater than 0 السويتش حتحرك بهالاتجاه صح، فهذا كله حيفصل حشيله، حيظل عندي بس الكاباسيتور طيب والريزستور والسورس. طيب ما ظل عندنا بس كاباسيتور ريزستور، صار عندنا كاباسيتور ريزستور والسورس. بس اذا اريد احسب اللي هو الفولتج اكروس ذس ون از ايكوال تو اللي هو 30 فولت. طيب طبعا فور تي جريتر ذان 0 اطلع منها شغلتين، الار ثيفنن، الار ثيفنن سين باي ذس ون، اطفي الاندبندنت سورس هذا اسوي له شورت، حيظل عندي بس 4 كيلو اوم. ممتاز، فهذا R equivalent times C اطلع التايم كونستانت. احتاج اطلع شيء ثاني هنا for T bigger than 0.
احتاج اطلع اللي هو الفي اس، الفولتج اكروس دي كاباستر ات تي انفينيتي. طيب فالفولتج اكروس دي كاباستر ات تي انفينيتي طبعا اللي هو الكاباستر ويل اكت از اوبن سيركت، فهذا حتكون السيركت. طيب هذا الكاباستر والريزستر والبوزيتيف ماينس 30 فولت، صح؟ هذه فور تي جريتر ذان زيرو. فالار ثيفنن اطفي هذا، فحيكون بس هذا الريزستر. الفي اس او في ات انفينيتي حيكون شنو؟ حيكون هذه اوبن سيركت، صح؟ فالكرنت اللي حيمر هنا حيكون زيرو، فذيس فولتج از ايكوال تو 30 فولت، ما في اي شيء يعني. انه ات اكس از اوبن سيركت تو دي سي. فلو تلاحظون هنا عندي لما تي ليس ذان زيرو طلعنا الفي نوت، فولت الكاباستر اكت از اوبن سيركت، اطلع الفي نوت. ونفس الشيء الفي انفينيتي او الفي اس اللي هو بهذا القانون. طيب فالفي انفينيتي نفس الشيء، اطلع اللي هو الفولتج والكاباستور اكت از اوبن سيركت، بس اعوض بهاي المعادله في انفينيتي which is اللي هو 30 في انفينيتي، وفي 0 which is اللي هو 15، والتاو طلعناه، اطلع الريسبونس. يقول لك فايند اللي هو ات ايكوال 1 تي ايكوال 4، بس اعوض هنا بهاي تي 1 اند 4، اطلع الريسبونس، اطلع اللي هو الفولتج ات ايتش بوينت. طيب مثال ثاني يقول لك فايند في تي فور تي جريتر ذان 0، assume the switch has been open for a long time and is closed at t equals 0. Calculate vt at t equals 0.5. اوكي فاول شيء نطلع ال vt. قلنا شو نسوي دائما بهالاسئله؟ نقسم السيركت لقسمين، t less than 0 و t greater than 0. For t less than 0 لو تلاحظون السويتش از اوبن، صح؟ فهذا البارت از جون، حيظل عندي بس ال 10 فولت وال 2 اوم وذس كاباستور، صح؟ ف this volt this capacitor act as a open circuit، صح؟ at the DC state. فحيكون اللي هو بس this voltage is equal to this voltage، لانه الكرنت اللي مر هنا هذا الكرنت is equal to zero، معناها هذا الفولتج دروب is equal to zero لاني اقدر اتجاهل هذه الريزستور. ف this voltage is equal to 10 volt، فهذه V at zero. For T greater than zero the switch is closed، صح؟ فعشان عندي two sources، عندي 10 volt وال 50 volt وال 6 وال 2، صح؟ ونفس الشيء الـ لا احتاج اطلع اللي هو شنو؟ احتاج اطلع الار ثيفنن سين باي ذس 1. فالار ثيفنن سين باي ذس 1 لازم اسوي شورت سيركت للديبندنت سورس، هذا الاندبندنت سورس للفولت سورس، ونفس الشيء شورت سيركت حيظل عندي 6 بارلل 2، صح؟ 6 بارلل 2 which is equal to 1.5، هاي الار ايكوفلنت. احتاج اطلع شيء ثاني، صح؟ احتاج اطلع الفولتج اكروس ذا كاباستر اللي هو في انفينيتي. فالفي انفينيتي حتكون شنو؟ حتكون this capacitor act as open circuit. طيب فاحتاج اطلع ال V across this terminal from this node up to this node. فكيف اسوي اللي هو الكرنت؟ طيب طبعا احنا نعرف اللي هو شنو، لازم اطلع الكرنت وبعدين اسوي KVL at this loop. طيب هنا اللي هو minus plus وهنا minus plus، لو تتذكرون قلنا انه لو كان اللي هو مثلا هنا minus plus وهنا بعدين مثلا minus plus بالترتيب، فاقدر اجمع التو فولتجز وابدلهم بفولتج سورس واحد، صح؟ فهنا ماينس بلس بعدين هنا ماينس بلس، فاقدر اجمعهم كلهم بسورس واحد وتش 60 فولت. طيب بعدين اقدر اطلع الكرنت اللي هو 60 فولت اوفر ايكوفالنت 60 فولت اوفر 6 بلس 2 وتش 8، فطلع الكرنت. بعدين شو اسوي؟ اسوي كي في ال اد ذس لوب من هنا لحد هنا وبعدين انزل تحت عشان اطلع ذس فولتج. فاسوي اللي هو ماينس 10 بلس 2 تايمز اي وتش 7.5 بلس في انفينيتي، هذه هي في انفينيتي، صح؟ از ايكوال تو 0. في انفينيتي از جاست اللي هو ماينس 5 فولت. طلعنا الفي انفينيتي ار ايكوفلنت ضربناها بسي، طيب اللي هو حتكون اللي 1.5 تايمز 1 اوفر 3 از ايكوال تو 0.5، فهي حتكون اللي هو التاو، وطلعنا الفي انفينيتي. طيب فحتصير اللي هو في 0 which is اللي هو 10، او في 0 which is اللي هو عفوا حتكون في انفينيتي. طيب القانون اللي هو في انفينيتي which is minus 5، طيب بلس في 0 minus في انفينيتي، هاي كلها مضروبه ب e to the minus tau. ففي 0 which is اللي هو 10 minus minus 5 حتصير 15، فحتصير 15 كلها مضروبه ب e to the minus t over tau، فهذه 15. طيب وهذه ال في انفينيتي، وهذه اللي هو 1 over tau اللي هي 2. طيب in the circuit طبعا اذا اريد اللي هو vt at t equal 0.5 فبس اعوض، اعوض هنا اعوض هذا t 0.5 اعوض طلع الفولتج 0.5182.
In the circuit, the switch has been closed for a long time and is opened at t equals 0, find I and V for all time. طيب هنا وتلاحظون هذا السورس عبارة عن شنو؟ عبارة عن step response. معناها شنو؟ طبعا هذه السيركت عندنا دي سي سورس وعندنا فولتج، فلازم اقسم السيركت مثل ما تعودنا تي ليس ذان 0 وتي جريتر ذان 0. فور تي ليس ذان 0 هذا السويتش از كلوزد، صح؟ لانه السويتش از اوبن ات تي ايكوال 0، فهذا السويتش از كلوزد. لكن هذا السورس، هذا السورس حيكون 30 يو تي. هذا شنو معناها؟ معناها از ايكوال تو اللي هو 0 فور اللي هو تي ليس ذان 0 اند از ايكوال تو 30 for t greater than 0، صح؟ هذه ان يونت ستيب فانكشن، فهي 0 بيفور t equal 0 and it is 30 after t equal 0. فمعناها for t less than 0 this switch is closed and this one is a short circuit. طيب فيظل عندي هاي السيركت اللي هو 10 وال 20، صح؟ وال this capacitor act as a open circuit، صح؟ يظل عندي اللي هو 10 فولت وهذا اللي هو ال 10 وال 20. طيب كيف اطلع الفولتج اللي هو هذه الفي ات زيرو؟ كيف اطلعها؟ حتكون شنو؟ حتكون عباره عن الفولتج اوف ذا سورس، صح؟ فهي از ايكوال تو از ايكوال تو 10 فولت، لانه هذه اذا جمعهم بارلل فحتكون ذيس فولتج ايكوال تو ذيس فولتج، في ات زيرو ايكوال تو 10. بس هنا طالب منا شغله ثانيه، احتاج اطلع شغله ثانيه، اطلع الكرنت، صح؟ احتاج اطلع الكرنت فور تي ليس ذان زيرو. طيب هذا الكرنت فور تي ليس ذان 0، وات از ذيس كرنت؟ الكرنت اللي طالع من هنا حيكون عباره عن شنو؟ حيكون يعني كانه هذا التيرمينالز هذا حيكون ماينس وهذا يكون بوزيتيف، صح؟ مع الفولتج. فالكرنت معناها داخل من النيجاتيف، صح؟ فالكرنت از جاست ايكوال تو في اوفر ار، فذيس فولتج از ان بارلل وذ ذيس از بارلل وذ ذيس. فالفولتج اللي طلعناها 10 فولت ماينس في، لانه راح تكون الكرنت داخل من الماينس اوفر 10 حيطلع الكرنت which is minus 1 amp. طيب هسه لازم نرسم السيركت فور تي جريتر ذان 0. فور تي جريتر ذان 0 هذا السويتش از اوبن، معناها هذا السورس از ريموفد وهذا السورس ويل اكت از 30 فولت. طيب فالسيركت حتكون عندنا بهالشكل 30 فولت وال 10 اوم وال 20 اوم. فور تي جريتر ذان 0 احتاج اطلع شغلتين، احتاج اطلع الار ثيفنن وال ار اكوفلنت او اللي هو الار ثيفنن، اطلع اللي هو الفي انفينيتي. كيف اطلع الار ثيفنن؟ طيب I will turn off this independent source حيكون short circuit وال R seen by this is just 10 parallel 20 هاي ال R Thevenin. طيب كيف اطلع ال V infinity؟ حتكون ال V across this one، صح؟ وال capacitor will act as a open circuit to this one، فالكرنت اللي حيكون هنا مار حيكون 0، فمعناها الكرنت كله حيمر من هنا. فاذا استعمل فولتج ديفايدر حيكون 30 times 20 over اللي هو 20 plus 10. فهنا طلعنا ال V infinity، طيب وطلعنا نفس الشيء ال R7 اللي هو 10 parallel 20، يعني اضرب اللي هو التايم كونستنت اللي هو R7 تايمز C ونفس الشيء اللي هو الفولتج، فاطبق هذه الايكويجن عندي V infinity وطلعنا V0 وطلعنا تاو، فيطلع لي بهالشكل. طيب احتاج اطلع شغله ثانيه اللي هو ال I this current. طيب this current is equal to what؟ كيف اطلع هذا الكرنت؟ this current اقدر اقول it is equal to this current plus this current، صح؟ This current of the capacitor is equal to what? Is equal to C dV over dt، صح؟ اللي اخذناه بالشابتر اللي قبل. بس حتكون C times اللي هو الderivative of this one with respect to time. طيب؟ والcurrent this current is equal to what? This current is equal to voltage the same voltage over R. فهذه حتكون this voltage over 20. اجمعهم حيطلع لي الكرنت. طيب؟ فهذه حتكون الفولتج فروم تي ليس ذان 0 تي بيجر ذان 0 والكرنت فور تي ليس ذان 0 تي بيجر ذان 0. طبعا لو تلاحظون الكرنت فور اول تايم فور تي بيجر ذان 0 ما حناخذها ات انفينيتي، لا حناخذها بالسيركت العاديه، يعني في كاباستور وعندنا اياها، لا تروحون تاخذوها اللي هو الكاباستور يكون اوبن سيركت فالكرنت هو بس 30 اوفر 30 لانه 10 بلس 20 بيكون 1 امبير، لا، لانه ات اول تايم يعني ممكن يكون تي بيجر ذان 0 ات 1 سكند 5 سكند، مو ما حيكون الكاباستور يكون اوبن سيركت يعني ات انفينيتي. طيب اتمنى ان شاء الله يكون واضح يعني. طيب بالنسبه للاندكتر نفس الشيء، بس احتاج اللي هو القانون، نفس الشيء، لكن هنا الفرق اللي هو قلنا اللي هو هذا كرنت
طيب، والتاو از الاوفر اول كوفلت نفس الشيء، اي ات 0 لازم اطلعها فور تي ليس ذان 0، والاي ات انفينيتي اطلعها فور تي بيجر ذان 0، ونفس الشيء التاو اطلعها فور تي بيجر ذان 0. طيب هذا المثال يقول لك فايند اي تي ان ذا سيركت فور تي بيجر ذان 0 اسيوم ذان السويتش هاز بين كلوزد فور ا لونج تايم. طيب نفس الشيء اقسم السيركت القسمين، تي ليس ذان 0 حيكون شنو؟ حيكون هذا السويتش از كلوز صح؟ فهذه حتكون شورت سيركت از ان بارلل وذ شورت وذ ريزستر، فاقدر اتجاهل هذا فحيكون كله شورت سيركت. فحتكون السيركت بهالشكل، حتكون كانه هذه ماينس بلس 10 فولت. طيب وهنا عندي 2 اوم، وبعدين هذه اتجاهلها لانه شورت سيركت، وهنا عندي الاندكتر. طبعا الاندكتر ويل اكت از شورت سيركت صح؟ حتكون بهالشكل. فاذا اريد الكرنت از جاست اللي هو 10 اوفر 2 5 امب، ذيس از اي ات 0. فور تي بيجر ذان 0 ذيس سويتش از اوبن صح؟ فحتصير السيركت عباره عن شنو؟ حتصير السيركت عباره عن ماينس بلس 10 فولت، وعندنا ال 2 اوم، وعندنا ال 3 اوم، وعندنا الاندكتر صح؟ فالR7 seen by this inductor is what؟ اذا سوينا هذا الشورت سيركت فحيكون 2 بلس 3 is equal to 5. هذا الR7. الI at infinity الاندكتر will act as a short circuit صح؟ فالI at infinity is just equal to 10 over 2 plus 3 which is 5، ف 10 over 5 is equal to 2 امبير. فالتايم كونستنت از ايكوال تو ال اوفر ار 7، وارجع اعوضها بالمعادله. طيب اكزامبل ذا سويتش ان ذا سيركت شون بيلو هاز بين كلوز فور ا لونج تايم، ات اوبنز ات تي، فايند اي تي فور تي جريتر ذان 0. نفس الشيء اقسم السيركت فور تي ليس ذان 0 فور تي جريتر ذان 0. فور تي ليس ذان 0 هاي السويتش حتكون كلوز صح؟ فحتكون شورت سيركت، والريزستر از ان بارل شورت سيركت، فحتكون هذه كلها شورت سيركت صح؟ فهذه حتكون كلها شورت سيركت. ونفس الشيء الاندكتر ويل اكت از شورت سيركت تو دي سي، فهذه حتكون شورت سيركت. طيب فكانه كلها شورت سيركت، وهذه الشورت سيركت از ان بارلل وذ 10 اوم، فحتكون كلها شورت سيركت. فكانه الكرنت هذه شورت از ان بارلل وذ ريجستر حتكون شورت، والاندكتر از شورت، شورت وذ شورت بارلل وذ ريجستر حتكون شورت، فحتكون 3 امب فاي اي ات 0. طيب فور تي جريتر ذان 0 حتكون السويتش از اوبن، فحتكون هاي السيركت. طيب فالR seen by this one by this inductor شو راح اسوي؟ حسوي turn off this independent source، فحيكون this one is opened، فحتكون 10 series with 5 صح؟ فهي حتكون 10 series with 5 is 15، والتاو is equal to L over R7. طيب what is the current I at infinity for this circuit؟ الاندكتر will act as a short circuit صح؟ فإذا أريد فحيكون اللي هو الـ current flowing through this one is equal to current flowing through this one صح؟ فـ current divider 3 amp times 10 over 10 plus 5، هذه اللي هو الـ I at infinity. أرجع أعوضها بالمعادلة طيب اللي هي هذه I at infinity و I at 0 عندي إياها و I at infinity والتاو، فيطلع لي الـ response. بكذا نكون خلصنا الـ chapter. كمراجعة بسيطة سوينا؟ بس اللي هو سوينا اللي هو response of capacitor و response of the inductor. قلنا لازم نقسم الشركه القسمين، تي ليس ذان 0 اطلع اللي هو الفي الفي ات 0 او اي ات 0، والتي جريتر ذان 0 اطلع اللي هو في انفينيتي والاي انفينيتي او اي انفينيتي، واطلع منها اللي هو همينه طب اطلع منها الفي ات انفينيتي او اي ات انفينيتي اذا كان في في انفينيتي اند اي انفينيتي، لانه ممكن تكون سورس فري بدون سورس لما بعد ما اسوي الكونكت اوف ذا سويتش. طيب وبعدين نفس الشيء فور تي جريتر ذان 0 اطلع التاو، التاو للكاباسيتنس از ار تايمز سي ايكوفالنت ار ار ايكوفالنت تايمز سي، والتاو اوف ذا اندكتر از جاست ال اوفر ار 7. طيب كذا نكون خلصنا الشابتر. اذا كان عندكم اي سؤال او استفسار اسالوا تحت مكان التعليقات، والسلام عليكم.